الرحيم والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السيد ممثل عامل صاحب الجلالة على إقليم تارودانت السيد الكاتب العام، السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت، السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، السادة رؤساء المصالح الأمنية والإدارية، موظفو وموظفات السجن المحلي بتارودانت، السيد نائب رئيس المجلس الجماعي، السيدات والسادة ممثلو جمعيات المجتمع المدني، السادة ممثلو وسائل الإعلام، مؤسسة السجن المحلي بتارودانت ترحب بكم احتفالا بالذكرى 15 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. لحظة أدعوكم أيها الحضور الكريم للوقوف لمراسيم أداء تحية العلم الوطني. شكرا. موظفو السجن المحلي بتارودانت تحت أمركم. عامل علم أمام خمسة. إذن نجدد الحضور بضيوفنا الكرام لهذه الاحتفالية. واللحظة أدعو السيد مدير المؤسسة السجنية لإلقاء كلمته بهذه المناسبة. وعلى آله وصحبه. السيد الكاتب العام ممثل صاحب الجلالة على إقليم تارودانت، عامل صاحب الجلالة على إقليم تارودانت، السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت، السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، السيد رئيس المجلس الجماعي، السادة رؤساء وممثلي السلطات الأمنية والإدارية، السادة والسيدات رؤساء وممثلي المصالح الخارجية، السادة والسيدات رؤساء وممثلي جمعيات المجتمع المدني، السادة والسيدات رجال الصحافة والإعلام، السادة والسيدات أطر وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. أيها الحضور الكريم، نخلد اليوم كباقي المؤسسات السجنية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذكرى 15 لتأسيسها، والذي يصادف 29 أبريل من كل سنة، وتعد هذه الذكرى المتجددة فرصة للاحتفاء بالروح الوطنية ونكران الذات
التي أبان عنها نساء ورجال المؤسسات السجنية في المغرب عامة ومؤسسات السجن المحلي بتالودان خاصة. كما نستحضر في هذا الإطار التضحية الجسام التي يبذلونها وطبيعة المهام الأمنية والإصلاحية التي يضطرعون بها في المجتمع. وتعتبر كذلك هذه المناسبة فرصة للتعريف بمنجزات المندوبية العامة واستحضار أهم التوجهات الملكية السامية والعمل الحكومي من أجل النهوض بهذا القطاع الهام. أيها الحضور الكريم، إن الاختصاصات والمهام المركبة والمتعددة الأهداف المنوطة بالمؤسسات السجنية اليوم بالمغرب يجعل منها وبامتياز نموذجا لالتقائية السياسات العمومية، خاصة منها الجنائية والأمنية والاجتماعية والتربوية، وذلك بالنظر إلى كونها مؤسسات تساهم في الحفاظ على الأمن العام وفي تنزيل ما ينشده المشرع من خلال العقوبة من تحقيق الردع العام والخاص، وباعتبارها أيضا حلقة أساسية في عملية الإصلاح والتأهيل، بحيث تسعى إلى تقويم سلوك النزلاء وتكوينهم المهني والتعليمي وإعدادهم للعودة الأمثل إلى حضن المجتمع بعد الإفراج. وهذا ما يجعل هذا القطاع يستأثر أكثر فأكثر بالاهتمام في المخططات الاستراتيجية ذات الأبعاد الأمنية والاجتماعية. وعلى هذا الأساس قامت المندوبية العامة بإطلاق مخططا استراتيجيا يغطي الفترة 2022-2026، يأخذ بعين الاعتبار تعزيز المكتسبات ومجهودات سابقة وتلبية المتطلبات والانتظارات الحديثة. ويعد هذا المخطط خارطة الطريق لعمل مؤسسة السجن ببلادنا، ويرتكز على 5 محاور أساسية، وهي: المحور الأول أنسنة ظروف الاعتقال، مرتبط بأنسنة ظروف الاعتقال. والمحور الثاني مرتبط بتعزيز برامج تأهيل لإعادة الإدماج. والمحور الثالث مرتبط بتعزيز الأمن والسلامة بالسجون. والمحور الرابع مرتبط بتطوير القدرات المؤسساتية للإدارة. والمحور الخامس والأخير دمج مقاربة النوع والبعد البيئي في الشأن السجني. في هذا السياق وتماشيا مع الرغبة في تحديد عملها وتحقيق أهدافها، تسعى المندوبية العامة إلى استبدال بعض المؤسسات القديمة بأخرى جديدة من الجيل الجديد للسجون المتعارف عليها دوليا. ونذكر من هنا مجموعة من المؤسسات المقبلة على افتتاحها، ونخص بالذكر هنا مؤسسة السجن المحلي بتل السلاجية طالبات، مؤسسة السجن المحلي بالجديدة، والمركز السجني بالعيون، وأخرى تعرف الأشغال في مراحلها الأخيرة، ونخص بالذكر هنا كذلك السجن المحلي بالصويرة. وتجدر الإشارة هنا أنه بالرغم من المجهودات المبذولة، إنه تبقى حالة الاكتظاظ التي تعرفها معظم المؤسسات السجنية عائقا يحول دون إحقاق مجموعة من الأهداف والمضمخات. ومن جهة أخرى حرصت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على عقد شراكات عديدة مع هيئات وطنية ودولية، إيمانا منها بأهمية ونجاعة العمل المشترك وتعزيز الانفتاح على فاعلية ومركزية وأهمية المجتمع المدني ومشاركته المسؤولة في احتضان السجناء والأخذ بأيديهم إلى حياة جديدة ملؤها الأمل والطموح. كما تجدر الإشارة إلى أننا بهذه المؤسسة أي السجن المحلي بتالودان حريصين بدورنا بشكل إيجابي في الانفتاح على جميع المبادرات التي من شأنها الرقي بالعمل السجني بغية الوصول إلى الأهداف المرجوة. كما ننوه في هذا الصدد بالمجهودات التي يقدمها الفاعلين المحليين في تنزيل معظم وأهم البرامج، وأخص بالذكر هنا سيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تالودان، والسيد رئيس المحكمة بابتدائية تالودان، والسيد وكيل الملك بابتدائية تالودان، والمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والمجلس البلدي تالودان ومندوبية الصحة ومعهدي التكوين المهني والفلاحي بتالودان ومديرية التعليم في أفق انخراط ممثلي باقي القطاعات في العمل الجاد والمسؤول الذي نظهر عليه على رأس هذه المؤسسة. حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، ونحن نحتفل بالذكرى 15 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فإنه لا يفوتنا التنويه بالأعمال الجليلة وتضحيات الجسام التي يقوم بها موظفو السجون في سبيل الحفاظ على الأمن العام داخل المؤسسة السجنية وتأهيل السجناء لإعادة إدماجهم في المجتمع. ولا يفوتنا كذلك الترحم على أرواح الشهداء من الموظفين الذين استرخصوا حياتهم في سبيل الواجب الوطني، سائلين المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته. ختاما نجدد ولاءنا
لسيدنا المنصور بالله صاحب جلالة الملك محمد السادس عزه الله وأيده، ونقتني بهذه المناسبة كذلك لتقديم فروض الطاعة والولاء للسدة العالية بالله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحفاظ على الأمن العام وإعادة إدماج السجناء من خلال مسابقة الموظفين المتميزين بالمردودية العالية، حسن السلوك والانضباط، ومحطة للاعتراف بجهودهم المبذولة للرفع من جودة الخدمات وتطوير الأداء بقطاع السجون، وتشجيعا لهم على الابتكار والتميز وروح المبادرة، وكذا تقوية اعتزازهم بالانتماء للقطاع السجني باعتباره مرفقا أمنيا إصلاحيا بالغ الأهمية في المجتمع. إذن سنستهل جوائزنا لهذه الاحتفالية بجائزة مدير المؤسسة يسلمها له السيد ممثل عامل صاحب الجلالة على إقليم تارودانت سيد الكاتب العام. واللحظة مع جائزة الموظف المتميز فئة الموظفات من نصيب لا حلا لبيت حلا لبيت الفائزة فئة الموظفة أمين القاضي، يسلمها له السيد نائب رئيس محكمة الابتدائية بتارودان. يتجيو للجنب واحد شوية راه كيطير. إذا كنشكروا على الموظفين المتميزين، هذا لا يعني أن باقي الموظفين ما شاء الله كيقوموا بمجهودات جبارة من أجل الحفاظ على الأمن العام. واللحظة غناخذكم للحظات حفلة شاي، عفوا تفضلوا معنا. شكرا. على غرار باقي المؤسسة السجنية المغرب، احتفلت اليوم المؤسسة السجنية بتارودان سجن محلي بتارودان بالذكرى 15 لتأسيس المردودية العامة لإدارة السجون وعدة الإدماج، وهي محطة دائمة على تنظيمها سنويا، يتم من خلالها الاحتفاء بالموظف والموظفة المتميزة من داخل المؤسسة السجنية، وكذلك وقفة للتذكير بمنجزات المردودية العامة لإدارة السجون وعدة الإدماج على جميع المستويات.